خسال لمسافة 200 متر ألعاب السباعية السلسلة الأولى اقتصادية العطاءات ونعيش سرعة وكنلاحظوا هناك تقدم في العداء الجزائرية ياسمينة وإليزابيث. إذا سرعة ما بين غانا والجزائر هذا السباق خاص 200 متر وياسمينة أم راني هي الفائزة بسباق 200. هناك سلسلة أخرى ستليها ونعيش اللحظة مع مرازيم تتويج الفائزات عربية برمي الأسطوانة الأخرى من تونس. سيريموني بروتوكولير دي لونسي ديسك دام. إذن لحظات وسنتابع مراسيم توزيع الميداليات على الفائزات في المسابقة الخاصة برمي القرص لعرفات فوز المغربية أمينة المدن بالميدالية البرونزية. مراسيم توزيع الميداليات بهذا الاختصاص يعرف تتويج نيجيري على مستوى المرتبة الأولى والثانية ونحن نتابع إعادة المراحل النهائية لمسابقة ميتر عرفت من الجزائر. والسيد بن عزوز عبد العزيز عضو الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. Les médailles seront remises par M. Moumar Mbaye, membre du Conseil de la Confédération africaine d'athlétisme, accompagné de M.